قطع الاتصالات المحلية والدولية واستهداف مقومات الحياة لم يسبق أن حدث في أي مجتمع كان، حتى في أكثرها احتراباً كأفغانستان وسوريا. لكن جرائم ميليشيا الإنقلابيين في اليمن ذهبت إلى أبعد ما يمكن أن يتصوره عقل أو أن يصل إليه خيال. سيطرتهم على العاصمة صنعاء أدت إلى أنه يسيطروا على مركز الاتصالات، مركز الاتصالات التحكم هناك في صنعاء. المناطق التي كانت لا تخضع لسيطرتهم قطعوا عنها الشبكة وشوشوا على كثير من المناطق بما فيها الاتصالات المحمولة. في عدن عانينا كثير جراء هذه السيطرة الانقلابية على صنعاء، وللأسف الشديد ندخل الآن في العام تقريبا الثالث ولا تزال قضية الاتصالات والإنترنت نعاني منها بشكل يومي وعلى مدار الساعة. يعني صعب التعامل معها، إن أنت لك فترة تستعمل جوالات، لك فترة تستعمل الإنترنت، لك فترة، فتجي فترة هذه الحاجات كلها تنعدم، ما تقدرش تعمل. عاشت عدن معزولة تماماً عن العالم الخارجي، وكانت خدمات الاتصالات المحلية والدولية من أهم الحقوق المنتهكة خلال حرب الانقلاب. في مناطق مثل كريتر تنعدم شبكة الاتصالات لبعض خدمات الهاتف المحمول، ولا تتوفر شبكة الانترنت إلا بصعوبة وفي حالات نادرة، متأثرة بأضرار الحرب وآثار الدمار التي طالت أغلب منشآت الاتصال في عدن. طبعا سيطرة الحوثيون ودخولهم تقريبا في مطلع أبريل 2015، دخولهم أحياء خور مكسر والمعلة ووصولهم إلى التواهي في مايو تقريبا، تسبب في أن كثير من المناطق انعزلت، كثير من الأهالي فقدوا الاتصال بذويهم في الأحياء الأخرى في كريتر، في بين كريتر والمنصورة، في هذه الأحياء فقدوا التواصل. كان جانب التواصل اللي بين الناس بينهم البين. أنت الآن لو رحت لكريتر واستغمت في، يعني أنا أكلمك على ثلاث أماكن كانت هي الاتصالات في كريتر بس، وكانت تجي أوقات تقريبا الفجر والعشاء متأخر، غير كذا لا تسهنش في اتصال. تقريبا 4 أو 5 مناطق، نقاط معينة كان فيها شبكة تغطية اتصالات في أوقات محددة، ممكن في يكون في إرسال للي شو تواصلوا مع الناس اللي خارج كريتر. فأنا كنت نازل من شعب العدروس إلى حارة القاضي، هناك برضو في شبكة. بعدين في الطريق صادفت شخص واقي يعني من جهة مستوصف دار الشفاء، يقول لي يا كيف يعني كيف استوى أخوك؟ قلت له إيش أخي؟ قلت له إخواني كلهم نزحوا. قلت له إيش يعني ما سمعت إنه مريض ولا شيء؟ قال لي يا أخوك موجود في المستوصف، أنا واقي والعصر قال شفته يعني مقدول وحالته صعبة جدا. قلت له إيش تقول؟ كان يعني حصلت الشخص هذا، نقل لي الخبر بعد ما شاف أخي بساعتين. قلت له أخي شفته أمس وأنا وروح يعني. قال لا شفته الآن في المستوصف. رجعت أجري يعني المسافة أقل من 300-400 متر، يعني يكون أخوك موجود عندك ومريض ومصاب بحمى الضنك وبين حياة وموت،
ولا يقدر يوصل لك ولا تقدر توصل له ولا تعرف عنه خبر. ممكن كنت أجي يقولوا أخوك مات وأصيب يعني وتصيب أنا صدمة بحكم أنه أنا شفته أمس وكان عادي وقال لي أنه مروح بس أصابته الحمى فجأة ونقلوا ناس ما يعرفوش ووصلوا المستشفى وبقى يعني في حالة بين الحياة والموت ومش قادر يوصل لأحد من أهله. وتفاجأت أن أنا شفته قدامي انصدمت أعطيناه العلاجات الأولية واضطريت أول ما ضاوى الصباح خرجته عشان يروح لمنطقة منصورة كان عاد في هناك عناية أحسن كريتر. تصاعد العنف على نحو غير مسبوق في المدينة المعزولة عن أنظار العالم، ومعه تفاقمت معاناة النازحين الذين فقدوا الاتصال بأقاربهم ممن أبقتهم الحاجة وحبستهم الظروف في مناطق الصراع. كانت وحدها الصدفة هي التي تجمع الأهل بالأهل والجيران بالجيران في جحيم الفرار. فإنه الناس في ناس ما قدروش يخرجوا، فصعب كنت تتواصل معهم، صعب كنت تتعامل معهم بأي طريقة من الطرق. حالة من الحالات اللي أنا أعرفها قريبة لي كانت ما خرجوش، كانوا في كريتر في الميدان فما خرجوش، إنه ما فيش مكان يروحوا له، يعني أهلهم راحوا لسقطرة مكان بعيد جدا ما ينفعش تروح له، فهم استقروا في مكانهم وجلسوا في بيوتهم. كان في فترة صعبة جدا، فكان يعني كانوا أهلهم أو عارف عمي أنا كان يروح لعندهم، فخلاص ما فيش اتصالات ما فيش أي حاجة كان لازم تروح. وتخيل في نفس اليوم اللي راحوا لعندهم أهلي حصل قصف وهم مروحين من العقبة، انك تروح تطمن على فلان انت مش قادر تطمن على اتصالات ولا مش قادر تطمن على بأي طريقة من الطرق، فتروح تزوره وانت راجع يحصل لك مثلا حدث، ده برضو يثير قلق. تخيل ده الرجال رجع الى المكان اللي هو مثلا الى المنطقة اللي هو عايش فيها، مجرد الكلام في ذا الحدث يثير قلق بين الناس، يثير خوف. توقفت كافة أشكال العمل المصرفي بما فيها الحوالات المالية التي كانت ترسل من وإلى عدن، وهنا كانت الكارثة. فأغلب الأسر في هذه المدينة تعتمد بشكل رئيس على شركات الصرافة التي كانت خلال فترة الحرب تمثل بالنسبة لها المصدر الوحيد للعيش والنافذة المتبقية لسبل الحياة المنعدمة. عدن في الفترة هذه كانت تقريباً قرية بكل ما تحتوي الكلمة من معنى، ومش بس قرية وقرية مهجورة. شوارع عدن الطويلة المصممة التصميم القديم تشوفها خاوية على عروشها، يعني ما تشوفش ناس في الشوارع. لا مساعدات وصلت لهم ولا وصلت لهم إمدادات ولا أي حاجة، كل الناس يعني قاوموا بما يستطيعوا، قاوموا بالكمل يعني بالمقدرة الذي هم يستطيعوا يعملوها. النشاط الإغاثي في عدن هو الآخر تأثر كثيراً بانقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت التي كانت بمثابة حلقة الوصل بين منظمات الإغاثة المحلية والدولية، وبانقطاعها انعدمت أهم وسائل الحياة عن الآلاف من النازحين ومنكوبي الحرب وضحايا الدمار. الشباب كان اعتباداً كبير اللي هم أبعتنا الحقيقي هم الشباب اللي قاموا في عملية الإيصال للإغاثات فتوصل إليهم، فكان منهم منهم انصاب ومنهم يعني سجن ومنهم قتل. فكان اعتمادنا على أفراد كانت تنزل إلى المناطق اللي كان ائتلاف عدن يستهدفها، كنا احنا في المنظمة اللي كانت تشتغل كان يستهدفها، كانت الأفراد تنزل. الأفراد اللي كنا نعتمد عليهم هم نشطاء، هم ناس من أهل المدينة اللي كان موجودين داخل المناطق اللي كانت تعاني من حصار في الفترة هذه، فكانوا يرفعوا لنا تقارير. كانت أغلب التقارير كانت شفهية، كانت تجي نعمل معهم لقاءات، أو كانوا اللجنة الإغاثة كانت تعمل معها اجتماعات، وكانت كل التقارير شفهية. وعلى ضوء ذا الكلام كان يرتسم موضوع خطط إغاثية للمناطق اللي هم كانوا فيها، توصي مرسال والمرسال على ما يوصل على ما يستلم رد وعلى ما يرجع لك وانت تستلم الرد، فالموضوع كان صعب.
وللأسف الشديد في هذه الفترة كنا نحاول نتواصل مع المنظمات الدولية، فكانت أحياناً توصل الاتصالات مرة ما توصل الاتصالات، ولم نوجد أي تعاون، فكان تركين عدن لقدرها. فخلال الفترة هذه احنا كنا في حيرة من الأمر. كان الفترة انه كيف احنا نقدر نتواصل مع الخارج ونربطهم بالداخل، فكان فترة اتصالات تقريبا اذا ما كانش معدومة كانت شبه موجودة. قليل من الشركات الاتصالات كانت تشتغل، وكانت ما ينفعش تعتمد عليها بأي حاجة، لانه كانت في فترة انقطع وفترة ترجع وفترة تروح. حتى ان وجد النت ووجد الاتصال، لكن لا توجد السرعه اللي تسمح لك ان ترسل اليها. وكثير من التقارير يعني بالنسبه حتى القافله اللي احنا سيرناها لم تذاع بسبب النت. التوظيف السياسي للاتصالات كان ايضا حاضرا في حرب عدن، وسببا رئيسيا في رداءة الاتصالات الهاتفيه وخدمه الانترنت في اليمن عموما، في ظل استمرار مركزيه التحكم بالخدمات الأساسية من قبل العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الإنقلابيين. المركزية الزائدة جعلت كل شيء مركز إلى صنعاء. كابل 10 جيجا يواجه من جيبوتي يمر عندي مرور الكرام ويروح لما صنعاء 10 جيجا. أنا لو استدخل الإنترنت أروح لصنعاء أدخل من الكابل دي رايح جيبوتي، أدخل من صنعاء ما أدخلش من عدن. بينما لو وفرت وبقيت عدن بوابة تستطيع الدخول منها للمحافظات القريبة، هذا لكان هذا التفكير الصح والأسلم، تفكير فني وليس تفكير سياسي. لكن التفكير السياسي غلب على المشكلة مما أثر على الخدمات وجعلها بطيئة ورديئة وسيئة، لأنها بتشتغل سياسيا وليس فنيا. الحوثيون وأتباع المخلوع صالح هم المسؤولون عن الاتصالات في صنعاء وهم من يتحكم فيها. أعتقد أنه مبرر أنه قصف السنترالات هذه مبررات واهية. هم من يتحكم في الاتصالات، هم من يقضى على الاتصالات عن عدن، وهم من يتحكمون في كل شيء، هم من يراقبون تحركات القادة العسكريين في الجبهات. وتقريبا أنه الكثير كما علمت من بعض المصادر العسكرية أنه الكثير من الأهداف العسكرية التي قصفها الانقلابيون في المخا وباب المندب جاءت نتيجة رصد هذه المواقع عن طريق الاتصالات التي يتحكم فيها الانقلابيون. هذه جريمة، يعني أنه لا زال هؤلاء يتحكمون بمصير حكومة شرعية وقيادتها على الميدان. قديم استخدمها من قبل الحرب، قديم معدة من قبل الحرب منذ زمن بعيد، حيث أنا قلنا بدأت هذه الإشكاليات منذ عام 94. منذ عام 94 بدأ التفكير بشكل سياسي وإعداد هذه الحرب، بحيث أنها كانت صارت جزء من هذه الحرب. طبعا خدمة الانترنت في عدن لا تزال كما هي منذ الحرب، ولا جديد يعني ولا في أي تحسن. وأنا أعتقد أنه على الحكومة الشرعية أن تتجه نحو عزل الانقلابيين، مثل ما فعلت مع البنك المركزي اليمني من نقلها من صنعاء إلى عدن، أن تعمل بفصل الاتصالات عن صنعاء. وهذه أعتقد أنها أول وسيلة ضغط ستمارسها الحكومة الشرعية على الانقلابيين. الاتصالات غير أي مجال آخر، الاتصالات مرتبطة فنياً، يعني تكاد تكون كل المحافظات مرتبطة مع بعضها، ولذلك فصلها ليس بالأمر السهل الذي يتصور الإنسان العادي، بحاجة إلى تنسيق دولي وطني، يعني مش الأمر بالسهولة اللي نتصورها. ممكن الحد من المركزية بحيث أنها تنشأ العدن بوابة للخروج من الإنترنت، مش العدن فقط، العدن وما حواليها مثلا، حتى تعز والضالع ولحج وأبين تخرج عبر عدن، ليش تروح صنعاء؟ ما دام الكابل الرئيسي واجي لما عدن ليش تروح لصنعاء؟ تبي أخير تنظر إنه مؤسسة تخفف عليك الزحمة على صنعاء وتحل لك مشكلة عدن. وسائل الإعلام في عدن لم تكن في منأى عن أزمة الإنترنت والاتصالات، بل كانت الأكثر تضرراً والأشد معاناة في هذه المشكلة،
التي لم تكن وليدة الحرب. طبعا ما حدش كان متخيل يعني انه الاتصالات في عدن العاصمة يعني انه بتوصل الى هذه المعاناة، يعني انه الخبر او الحدث يعني في كثير من الجرائم التي ارتكبت في عدن اثناء انقطاع الاتصالات لم يعرف العالم عنها شيء، هذه جريمة. نحن هنا في مؤسسة عدن القد للإعلام عانينا كثيرا من جراء انقطاع الانترنت، وأيضا الحوثيون حجبوا أكثر من 200 موقع إلكتروني محلي وعربي وعالمي، وهذه المواقع التي هي كانت تكشف جرائمهم التي ترتكب بحق المدنيين. حجبوا موقع عدن القد لأكثر من 4 مرات. لدينا الآن الدومين رقم 5 الذي يعمل الآن محليا. توقفت وسائل الإعلام عن مواكبة أحداث الحرب، وحجبت الصحافة الإلكترونية في محاولة من قبل ميليشيا الإنقلابيين لتغييب العالم والمجتمع الدولي عن حقيقة ما يجري في هذه المدينة المنكوبة. وفعلاً نجحت الميليشيا في إخفاء بعض من جرائم الحرب، وظل جزءاً من الحقيقة مغيباً حتى اللحظة. الكثير من الصور لم تنشر، الجرائم البشعة لم تنشر إلى اليوم. أنا أعتقد أنه كثير من الصحفيين والمصورين لديهم أرشيف لم ينشر إلى اليوم، أرشيف ضخم جداً. وأنا أدعو من خلالك قناة بلقيس إلى أن تتجه نحو إنتاج فيلم وثائقي يوثق هذه المشاهد التي لم تبث إلى اليوم. كثير من المصورين الصحفيين في عدن لديهم أرشيف أعتقد ضخم جداً، وأعرفهم يعني كثيراً، كثير منهم صورهم والمقاطع المشاهدة التي جرائم القتل والوحشية التي ارتكبها الحوثيون وقوات المخلوع صالح في عدن لا تزال لم تنشر إلى اليوم. عدن هي عرفت أول وسيلة إعلام، أول قناة تلفزيونية في الشرق الأوسط هي تلفزيون عدن. تلفزيون عدن اليوم لا يوجد، إذاعة عدن يعني كثير من المؤسسات الموجودة، المؤسسات الإعلامية الموجودة في عدن تقريبا كلها أهلية وخاصة يعني لا يوجد. الحكومة كان مفترض أنها لمواجهة الانقلابيين كان مفترض أنها تعول كثيرا على الإعلام الحكومي وتوجد إعلام محلي داخلي لينقل معاناة الناس بدلا من الاتكال على قنوات ووسائل إعلام تبث من الخارج. فمعاناة الناس كانت مفترض أن الحكومة تتجه إلى إعادة القنوات وإعادة وسائل الإعلام هذه إلى عدن من أجل مقارعة الانقلاب. الانقلاب يمتلك اليوم آلة إعلامية ضخمة ويعتمد على التزوير كثيرا، فكان مفترض أن الحكومة الشرعية ووزارة الإعلام كان مفترض أنها تتجه بقوة نحو هذه الجهة وتفند كل مزاعم الحوثيين وأتباع المخلوع صالح. لقد مثلت معاناة الإنترنت والاتصالات محنة للجميع وللعمل الإنساني، ولم تتمكن الحكومة من ملاحقة تبعاتها حتى اللحظة. فالاستهداف كان متعمداً والأثر كان بالغاً، والمتضرر الشعب والوطن.